أفتح في جناين مصر. كان سأأتي يوما هنا، سأأتي يوما هنا وقريبا إن شاء الله لكي أفرح معكم بسقوط أنظمة التمييز، بسقوط الأنظمة الفاسدة المستبدة نهائيا. لأن ليس بمجرد قيام الثورة، ليس بمجرد قيام الثورة يعني أن تحولت مصرنا العظيمة إلى وطن يخلو نهائيا من الاستبداد والاستغلال والتمييز. أمامنا معارك كبيرة من أجل تحقيق أهداف الثورة التي سقط من أجلها شهداء وشهيدات من أنبل شبابنا. أولى هذه المعارك إقرار هذا الدستور العظيم بتصويت نشارك جميعا فيه، لكم ولي ولكل فئة من فئات هذه الأمة العظيمة نصيب في هذا الدستور. فلتتحرك جموع شعبنا العامل، فلتتحرك جموع شعبنا من أجل إقرار هذا الدستور ومن أجل التصويت عليه. لن نقف مكتوف الأيدي بعد اليوم. أذكركم بشعارات ثورتنا العظيمة: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. أبا أدور أهي قوليها: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. أراها في هذا الدستور. أرى تجريم التمييز لأول مرة في تشريعاتنا. لا يعني على الإطلاق أن يتحرك شعب مصر العظيم وفي المقدمة منه نساؤه من أجل إسقاط أنظمة فاسدة ومستبدة، بل يجب أن نكمل المسيرة. إكمال المسيرة لن يتأتى إلا باصطفافنا جميعا خلف تشريعات تعيد إلينا حقوقنا السليبة التي سلبت منا عبر عقود مضت، سلبت من أنظمة فاسدة ومستبدة أقصت المصريين جميعا نساء ورجالا. همشتنا، انفردت بالقرار وتركتنا دون أي نصيب عادل في ثروات بلادنا ودون نصيب عادل في قرار بلدنا. آن الأوان يبقى لنا قرار في بلدنا كلنا. مصر توحدت الآن، مصر بكل قواها صف واحد من أجل استعادة الدولة الوطنية المصرية العظيمة التي مات من أجلها الشهداء عبر التاريخ، ووقفت نساء عظيمات لكي تحمي هذه الثورة. كان لكم نصيب عظيم يا نساء مصر، كان لكم نصيب عظيم في النضال عبر التاريخ في الحلقات المتواصلة في النضال المصري. الآن حلقة من حلقات النضال المصري باصطفافنا جميعا من أجل إقرار دستورنا. هقول لكم على حاجة بعديها. هذه النصوص العظيمة، أنا كنت تحديت بعض قابلت بعض النقابيين من النقابات العمالية الأجنبية وتحديتهم في مادة التمييز أن يكون قد اشتمل في دساتيرهم على التمييز بأنواعه المختلفة، وأضفنا إليها، وبشكر لجنة الخمسين أضفنا إليها على أساس الإعاقة وعلى أساس الموقع الجغرافي. دي إضافة أراها لم ترد في دساتير أخرى متقدمة ننفرد بها كمصريون، كما قدمنا للعالم عملا معجزا في ثورتنا قدمنا أيضا له إضافات لم ترد في الاتفاقيات الدولية، لم ترد في كثير من الدساتير. الإقرار هذا الدستور خطوة، في خطوة بعديها. ما لم ننتظم كشعب في تنظيمات، أنا بقول بالنسبة لي نقابية وأصحاب عمل، تنظيمات ديمقراطية حقيقية مش أدوات في إيدين الدولة كل نظام يستخدمها ويرميها، لا، أدوات مستقلة وديمقراطية، تبقى نقابات، تبقى منظمات نسوية قوية تقدر تفرض إرادتها على البلد. انتوا على الأرض عاملين إنجاز، على الأرض عاملين إنجاز رائع، على الأرض شاركتم،
على الأرض المرأة العاملة المصرية تعبت وضحت وقدمت، على الأرض قدمنا ناقص قطاف الثمار، قطف الثمار في الآخر، قطف الثمار لن يتحقق إلا بوجود تنظيمات على الأرض تحت، تبقى نقابية، تبقى نسوية، تبقى تنظيمات شبابية، تبقى أحزاب قوية، ده اللي هيحمي بلدنا. التنظيمات اللي خلي النصوص دي تطبق، تنظيماتنا القوية المستقلة الديمقراطية، زائد إرادة الفعل المصري لكل المصريين حيث توحدنا. الفضل لهذه الثورة العظيمة توحيد المصريين. لن تنفذ هذه المواد العظيمة الواردة في الدستور والتشريعات التي ستتلوها، ومنها تشريعات نجريها في وزارة العمل تنتصر للمصريين جميعا ضد التمييز، لن تنفذ إلا بتنظيمات قوية على الأرض تحميكم من بطش أي باطش، من استبداد، من أي استغلال يقع عليكم. والمرة دي بجد مش هنسيبها لحد، هنشارك كلنا في ثورتنا وفي دستورنا وفي بناء بلدنا، لأنها أصبحت وطنا للمصريين جميعا وليست لفئة أو جماعة أو تنظيم.